حسان الجردي المتنبي الجوي اللي دائما نحن متعودين نحن كل نهار سبت يكون معنا على هوا الإخبارية السورية عبر اتصال لنعرف منه أكثر عن طقسنا خلال الأسبوع القادم. سعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك. هلا. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ حسان. يعني مثل ما ذكرنا تعودنا دائما كل سبت نعرف عن حضرتك كيف عم تكون درجات الحرارة بمحافظتنا السورية. خلينا بداية نعرف درجات الحرارة، كيف عم تكون أحوال الطقس، هل في منخفضات بالأيام القادمة؟ شو بتخبرنا عن الموضوع؟ هلا صباح الخير من جديد لإليك للأخبارية السورية بشكل عام. اليوم في استقرار مؤقت بالأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة بعد تأثرنا بمنخفض جوي عطى هطولات مطرية بمناطق متفرقة من البلاد. الحرارات بشكل عام هي أعلى من المعدل، يعني من 2 إلى 4 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن السورية. لسنا عم نتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. بشكل عام الأجواء اليوم بتكون غائمة جزئيا بمختلف المناطق على امتداد الجغرافيا السورية، تتحول إلى غائمة أحيانا لتصبح الفرصة مهيئة بإذن الله تعالى خلال ساعات بعد الظهر لهطل زخات من المطر بدءا من المنطقة الساحلية. خلال ساعات الليل يمتد الهطل تدريجيا إلى المنطقة الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الشرقية والجزيرة. تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا خاصة بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية. كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة. بشكل عام خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب بالمنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية والبادية مع ساعات الفجر الأولى وخلال ساعات الليل. هلأ بشكل عام نحن مع موعد مع منخفض جوي، منخفض جوي عم يكون من المتوسط إلى شديد الفعالية، ببلش خلال ساعات مساء هذا اليوم بدءا من المنطقة الساحلية وبيمتد للشمال الغربي. خلال ساعات الليل والصباح الباكر مثل ما ذكرت الهطولات بتكون بالشمال الغربي بأجزاء من الشرقية من الجنوبية من الجزيرة أجزاء من المنطقة الوسطى. بيستمر معنا تقريبا 48 ساعة يومي الأحد والاثنين بفعالية تكون متباينة بشكل عام، ولكن توصيفه هو من متوسط إلى عالي الفعالية. بشكل عام رح تكون متكامل العناصر، فينا نعتبره كمنخفض شتوي رقم واحد بهيدا الموسم الشتوي، كونه متكامل العناصر من ناحية الهطول المطري والانخفاض بدرجات الحرارة والنشاط بسرعة الرياح. رح نلاحظ نشاط بسرعة الرياح نهار بكرة بأغلب المناطق. الرياح رح تكون معتدلة الحرارة والهبات رح تتجاوز 75 كيلومتر بالساعة ببعض الأحيان. هلأ بشكل عام في انخفاض على درجات الحرارة نهار بكرة، والحرارة رح تكون لنهار بكرة حول المعدل أو أدنى من المعدل بقليل، ولكن الانخفاض الثاني رح يكون يوم الاثنين اللي هو رح يكون بشكل عام هو ذروة المنخفض بالنسبة للبرودة والانخفاض بدرجات الحرارة. رح تكون الحرارات أدنى من المعدل تقريبا بأغلب المناطق من 1 إلى 3 درجات مئوية. أجواء رح تكون باردة نلاحظها خلال ساعات الليل تحديدا بالمرتفعات الجبلية. بشكل عام الأجواء باردة بمختلف المناطق، ولكن البرودة بشكل أكبر رح نلاحظها خلال ساعات الليل ومع ساعات مساء يوم الاثنين اللي هو بيكون وقت التبريد الأعظمي بهذا المنخفض نتيجة الكتلة الهوائية الباردة اللي عم ترافق هيدا المنخفض ورطبة هي، فبيكون في احتمال لتساقط ثلوج عند المناطق المرتفعة المرتفعات الجبلية العالية الارتفاع اللي بيزيد عن 1900 متر تحديدا. يعني المرتفعات الجبلية العالية في احتمال يكون في عليها هطل ثلجي مساء يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، ولكن الهطولات بشكل عام رح تتصف بالغزارة بمختلف المناطق. نتيجة الغزارة بالهطولات دائما منحذر من تشكل السيول بالمناطق المنخفضة بالوديان بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية على وجه الخصوص خلال فترة المنخفض اللي هن يومي الأحد والاثنين. انخفاض بالرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب، الضباب اللي ذكرناه بيضل احتماله موجود معنا خلال الأيام القادمة تحديدا ببعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ومنحذر من تدني بدرجات الحرارة خاصة يوم الاثنين تحديدا خلال ساعات الليل والمساء. رح نلاحظ الفروق واضحة بدرجات الحرارة تحديدا للمرتفعات الجبلية، ممكن درجات الحرارة تتدنى مع ساعات الفجر الأولى للدرجة واحدة أو صفر درجة مئوية. فبشكل عام نحن على موعد مع منخفض جوي متكامل العناصر
هو خلال اليومين نهار الاحد والاثنين بيؤدي الى هطولات متميزه، نعم. نشاط بسرعه الرياح، انخفاض بدرجات الحراره، ان شاء الله بتكون امطار خير ورحمه على بلدنا الحبيب سوريا. مثل ما عم نسمع استاذ حسان اليوم نحن على موعد مع منخفض جوي بالايام القادمه، يا رب تحمل كل الخير لسوريا الحبيبه، وان شاء الله هيك تكون مطر خير علينا يتبلش من قلوبنا وهيك يعم السلام والمحبه. شكرا لك استاذ حسان الجردي المتنبئ الجوي.